رايوت ستونز مجموعة البنك المغربية كتشكل نموذج المجموعة من الشباب المغربي اللي باغي يعيش أحلامه أفكاره واختياراته الحياتية. الموسيقى صاخبة وما فيهاش بزاف ديال الإبداع، مواضيع جريئة صادمة للمجتمع من بطالة تهميش وجنس وثورة على جميع القيم المفروضة من طرف الدولة، ملابس مثيرة كتستفز أغلب الناس، اتهامات كثيرة توجهت لهم بكونهم عنصريين مثليين جنسيين فوضويين ومشاغبين، أغاني قصيرة مليئة بالرسائل السياسية، تشاؤم كبير شافوا به مستقبل بريطانيا في سنوات السبعينات. موفمون بانك بدا كنوع موسيقي خرج من رحم الروك قبل ما يولي حركة ثقافية كتجمع المهمشين والطبقات الشعبية في بريطانيا. اعتمدوا لتمرير خطاباتهم على اللوك ديالهم اللي كان كيبان غريب، تسريحات شعر قصيرة وملابس ضيقة باش يتميزوا على الهيبيزم اللي كانوا كيطولوا شعرهم وكيلبسوا سراويل فضفاضين. عشاق بانك معروفين ايضا بالبيرسينغ والتاتواج اللي كيديروا في مختلف انحاء جسدهم كدليل على التمرد ورفض التام للنظام. موفمون بانك بدا في امريكا في السنوات الاولى ديال السبعينات قبل ما ينتقل لبريطانيا اللي عاش فيها الاوج ديالو واللي استفد من الوضعيه الصعبه ديال الشباب والمراهقين البريطانيين في هذه الفتره واللي كان اغلبهم كيغادر الدراسه في سن 16 وكيعاني من الشوماج. دويت يورسيلف اللي كتعني ديرها بوحدك هي عبارة لخصات مفهوم بانك، لا من حيث الموسيقى ديالهم اللي كيلعبوها بلا تعقيدات كبيرة ولا حتى على مستوى لباسهم واللوك ديالهم اللي كان الأغلب ديالو كيتشرى جاهز ولا كيتصاوب بسهولة، هادشي اللي خلى البانك يتحول نمط عيش. بانك في المغرب بدا غريب كأي لون موسيقي غربي دخل البلاد، الإعلام العمومي ما سلطش الضوء على مجموعة بانك المغربية، كما أن دور الشباب والوزارات الوصية ما تمتش كتير بهاد الموسيقى قبل ما يجي فيستيفال بولفار ويفسح لهاد المجموعات المجال باش يلعبوا موسيقتهم. ZWM أو زلق ولا موت ومجموعة هوسة كانوا من أوائل مجموعات بانك في المغرب اللي بدأوا بداية صعيبة ونضلوا بزاف قبل ما يستطعوا يشاركوا في بعض المهرجانات الشبابية في وقت باقي فيه العديد من المجموعات اللي عاد بدأت تلعب هاد الموسيقى يتقاتلوا باش يلقوا أماكن فين يريبيتيو ويطلعوا سيغسان وبمجهودات وإمكانيات شخصية وبلا دعم رسمي. الدولة تعاملت مع الدولة أنا داك الشيء underground do it yourself كنديرو داك الشيء بيناتنا. Hey, this song is called Punk is the Reason. What's the rush man? Okay, let's play. لا باسيون ديالي وانا من بعد زعما لا كانت غادي تدخل ليا فلوس ما غاديش نقول لا، ولكن انا ماشي ضروري ندخل بها الفلوس، يعني ماشي ما كنديرهاش على قبل الفلوس، ما بغيتش الفلوس، ولكن الا جات الفلوس ما غاديش نقول لها لا. خليل واحد من الشباب اللي اختار يلعب موسيقى البانك، كيتلاقى مع صحابه في جروب رايوت ستونز في اوقات الفراغ باش يلعبوا شويه موسيقتهم. ورغم ان عمر هذه المجموعه ما كيتجاوز 3 سنين الا ان امالهم وطموحاتهم كبيره وامامهم بزاف ديال الخدمه باش يصنعوا سميتهم. نوال بين داكشي يجيبوا لاخرين اللي بغاونا اللي كيديروا البلاد ما كاينش واخا كاين البلاد كاين ما شاء الله. خليل فوكال وغيتاريست ديال رايوت ستونز واعي بان هاد المجموعه قدامها بزاف ديال الخدمه باش تقدر تصنع سميتها
وباش يقدروا يوازنوا بين حياتهم الشخصيه الدراسيه والعمليه وبين موسيقى البانك. احنا بدينا في 2010 بدينا كنلعبوا دي ريبيز على كا بدينا حتى في الاول لو جونغ اللي كنلعبوا دابا ما كانش هو يعني خدنا واحد الوقت باش نعرفوا راسنا شنو حنا باغيين وداكشي من بعد تا السميه ديال الجروب كانت في الاول نيفر مايند اللي الباتر هو اللي جاب هاد السميه ابخي ملي بدا الربيع العربي وداكشي انا جاتني الفكره اصلا تا رايت سونز غادي تكون احسن تا نيفر مايند اللي كيجي كيطابي في يوتيوب وداكشي ما غاديش يبقى لوكو دونك رايت سونز ديالنا حنا بوحدنا. المواضيع اللي كيتناولوها مجموعة رايوت سونز كتعكس التوجهات الكبيرة ديال البانك ومن بينها السياسة في الأول تاني مشاكل اجتماعية يعني النظرة اللي كيشوفنا بها المجتمع حنا خصوصا ستيريوتايبس اللي على لي جون اللي حنا هادشي أغلبية هادشي اللي كنقولو في ظل الواقع الصعيب والمستقبل الغامض اللي ميسي يقضه البانك في السبعينات والثمانينات كانت هناك اتهامات لمحبي البانك بكونهم كيمارسوا العنف وذلك انطلاقا من موسيقاهم اللي كانت كتنقل مساجات عنيفة واللوك ديالهم اللي كان مستوحى احيانا من اكسسوارات جنسية اللي خلق نوع من الثورة على مستوى اللباس. البانك ماشي هو اللوك يعني داك اللوك كيبقى ديال كل واحد يعني الدراري كاين اللي فيهم ما كي ماشي حالي انا شمسي انا شويه في الاول وقعت مع الدار مشاكل لا طاطواج وداكشي ولكن من بعد شمتي فهموني عارفين بان انا كندير شي حاجه كنبغي الا كانوا هما كيبغيوني تا بارون باغي تكون فرحان في حياتي غادي يكون الحالة ديال خليل زهير والحسن أعضاء رايوت سونز كانت هناك مشاكل كبيرة واجهوها من طرف محيطهم الصغير والكبير أثناء اختيارهم لهذا النمط ديال العيش. قضية ولاد الدرب أنا من صغر عمرني كان عندي زعما مع ولاد الدرب بزاف وداك الشيء حيت ديما من صغري كانوا عندي دي زيدة في شكل ماشي في حالهم هما دونك ديما كنت كنبقى بوحدي ولكن ملي وصلت لواحد اللارج بديت كنتلاقى مع بنادم اللي عنده فهمتي اون بارطاج نفس الافكار والتخرميز صافي شويه كتبدا كتعرف بنادم كتلقى راحتك مع بنادم اخر شنو اللي كاين في لافاك كان واحد المشكل ما كتدوز كتلقى ديك العينين اللي كيبقاو يشوفوا فيك كتحس شويه بال يعني ديال الاستوديون اللي بقاو خرجوا كلشي لي بروف كلشي واحد لو بروف كان قال لي انا كان شاد معايا فكا منين جا واحد النهار لا بقى يبدا كيطلق معها وداكشي بدا كيقول انا علاش غادي نبقى شاد مع فكا حيت هو داير هادشي وداكشي كاينين دي بروف اخرين اللي كيتفهموا داكشي ما عندهمش هو في لافاك صراحة ماشي بحال لا كنتي في الليسي ولا ملي كنت في الليسي وداكشي كنت كنلقى مشاكل بزاف يعني على غير حسانة خلي لك بيرسينغ ولا طاطواج وهاد المرة قالت لي وحدة قالت لي قلت لي ما تجيش ليه بهذا الشيء كي غندير ليه ما عرفتش مسار طويل وشاق كيستاهل رايوت سونز وباقي مجموعة البانك المغربية اللي باغية تفرض ذاتها واختياراتها الحياتية
وتغير الصورة النمطية اللي ملتصقة بهذا الشباب. كما أن المجتمع المغربي المحافظ باقي ما تقبلش أنه يشوف شباب لابسين حوايج مثيرة شوية. زعما بنادم غادي كيفهم داك الشيء شوية حسن، حيت بنادم عنده اون فوس ايدي على هاد لو جونغ اللي كنلعبو وداك الشيء، بديت كنلقى بنادم يعني اللي غادي وعارفين علاش داير الفيلم داك الشيء، يعني من هنا بدا ان شاء الله غادي يكون بنادم كثر. مجموعة سكس بيستولز في أغنيتها God Save the Queen تكلمات على No Future For Us أو لا مستقبل لنا. قبل ما تولي هذه الجملة شعار ديال أغلب الشباب البريطاني ساخط على وضعيته الاجتماعية والاقتصادية، وكاين اللي كيقول على أن بعض المغاربة بداو كيعيشوا هذه الأوضاع هذه في ظل الرفض اللي كيقابلهم به المجتمع. شباب البانك نجحوا في أنهم يخلقوا واحد طريقة حياة خاصة بهم، كما أنهم كيتعاونوا بيناتهم لقضاء بزاف ديال الأغراض. حتى في أوساط الشباب اللوك وموسيقى مجموعة بانك في المغرب ما كتقبلش بسهولة. العديد من الشباب اللي متبع بدوره جزء من الثقافة تعيش المجتمعات الغربية رافض فكرة التطواج والبيرسينج، لأن المجتمع المغربي باقي ورغم كل شيء مجتمع محافظ. وسائل الإعلام والمدرسة الأسرة والشارع باقي كتأثر في مثل هذه القرارات. عندي من كوبين سميتها فارا، يعني عاونتني بزاف هي في هادشي، وكتلعب معايا في ان اوتر بروجي سميتو ذا بروتيسترز. يعني كنت كنلقى مشكل مع الدريات في الاول، يعني كنت جاي عندك دريات تقولك لا حيد الشعر لا حيد لا بيرسينغ لا حيد. سارة ما ماشي في حالهم، سارة كتبغاتني كيف ما انا داير. وصراحة يعني كون ما كانوش هاد المشاكل ديال لا سوسيتي كنت نقدر نتزوج دابا. على مستوى الحياة المهنية خليل وبزاف ديال الشباب كيلقاو صعوبات كبيرة ملي كيتقدموا لشي وظيفة. خدمة مزيانة هي مسألة ضرورية بالنسبة لخليل اللي كيواصل دراسته الجامعية وباغي يخدم في الدومين اللي اختاره. أول حاجة يعني صعيب دابا باش غادي نلقى أنا خدمة. ثاني حاجة هي سيباهم صعيب باش غادخل لهم الفكرة ديال بنتهم غادي تجوج بواحد هادي أنا دير البلاك دير لي تاتواج دير هادي و حتى الخدمة لا ما كانتش غادي يبقى يقولك. يعني انا نقدر نسلك راسي، ولكن هما خصهم هديك السمية ديال هداك البوست اللي شاد نتايا وهادي، يعني خصهم ضروري تكون عندك الفلوس بزاف هادي. وعلاش ما خدمتش عندك القهوة؟ صعيب يلقى واحد فحالي انا هادي، حيت ما كاينش قليل الخدمة هادي اللي غادي تقبلك نتايا فحال هكا دير دي تاتواج وهادشي، يعني خصك تكون بريزونطابل. اي خدمة كتبغي تكون بريزونطابل، وداك الشيء علاش انايا شمسي خدام مزيان. انا مكرهتش ندير بروجي ديالي من هنا للقدام. انا كنقرا دابا كندير اتيود اونجلاز
يعني كاينين بزاف الحوايج اللي يقدروا يداروا، غير هو انا شاك مع اللوك ديالي واش غادي نقدر ندير الخدمه. مي انا كان خدام باغي ندير من هنا لقدام بروجي ديالي اللي ما غاديش يتحسن. اضافه للمشاكل مع المحيط الصغير والكبير، المساله الدينيه كتشكل احراج كبير بالنسبه لي من اختار هذا النمط العيش. المجتمع ما كيرحمش بحال هاد الشباب، وكاين اللي كيقول لانهم كيتشبهوا بالغرب او بالنساء وما كيديروش الفرائض الدينيه ديالهم. هذا كنقول لي انا بعيد عليك انت الدين بزاف، حيت بنادم دابا شي الدين القران الفصاحه ديالو صعيبه بزاف باش بنادم يفهمها. يعني هما خداوه كي كيشوف الجمله كما صافي راه كيقول هذا هو المعنى ديالها. كاينين بزاف ديال الايات ما فاهمينهمش هما مزيان بزاف. انا كنمشي للجامع كنصلي فحال هكا، كنمشي للجامع بهذا الشيء ديالي. بحال مثلا في المشكل كيقول لك التشبه بالنساء، كنتشبه بالنساء حيت داير الشعار ولا داير التشبه بالنساء، راه كيكون فاش انت كتنوي انك كتشبه بالنساء. اما الا جينا نشوفوا المراه في الاسلام راه خاصها تكون دايره حجاب، ما كيبانوش لا ودنها واش دايره بيرسينغ ولا دايره الشعار ولا شي حاجه. خليل الحسن وزهير والعديد من الشباب المغاربه بحالهم باغين يعيشوا حياتهم بالطريقه اللي اختاروا، وكيرفضوا فكره الوصايه واحكام القيمه الجاهزه. نخليو الشباب درايو تونس يعيشوا حياتهم، وفي انتظار حلقه جديده من البرنامج فريق العمل ديال حياتهم. نتمنى لكم فرجه ممتعه. السلام عليكم.